السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ انتم مزيانين؟ كي داير الاحوال؟ كنتمنى تكونوا ناشطين ضاحكين. اول حاجه بعد السيك غادي نشكر الاخوان تاعنا الجزائريات، المصريات، اخواتاتي اللي ساكنين برا، لان كتعجبهم القناه ديالي، لان كيقول لك كتعطينا ما يفيد في القناه. هذا الحمد لله، وكنتمنى نعطيو عاد اكثر، لان ان شاء الله. واليوم غادي نجيب لكم فكره جديده في اليوتيوب، هي قليان البطاطا في الكوكوط. عرفتي كتجي واعره، وعطيت هذه الفكره بزاف الناس اللي عجبتهم هذه الفكره. هذه فكره ناجحه، ماشي نقول لك 200%. كتقليها في الكوكوط بلا عذاب، بلا تكرفسي البوطاغاز، يعني كتبقى داك الزيت كيطير لك، كيبقى يسقد. يعني كنجي كتقليها فرمشة عين، يعني كتقلي واحد الكميه كبيره، كتهناي من العاده تاع البطاطا عفريت. ها هو كتجي دايره منفوخه مقرمشه، ها كتشهي خاويه، راه كتجي روعه مقرمشه، ها قرمشه بلا عذاب لا والو. هانتوما مع الفيديو. غير ملي تبغيو تقداو البطاطا، راه كل منطقه كتختار في البطاطا نتاعها. خصكم تختاروا البطاطا المرمله، هي اللي كتجي زوينه للقليان. انا بزاف الناس ما كيفرقوش ما بين البطاطا تاع القليان والبطاطا تاع الطاجين، لان كتكون تاع الفريغو. تاع الفريغو راه كديرها في الزيت، هي كتشرب، كديرها في الزيت كتشرب، ما كتجيش زوينه، دغدغه كتحرك. ولكن احنا البطاطا تاعنا تاع المنطقه هذه ميزه، كتجي البطاطا نتاعها زوينه بزاف للقليان. كنديروا كميه تاع الزيت، شحال كتشرب لك؟ يلا معلقه تاع الزيت، يلا ملي كتقليها يلا شي معلقه تاع الزيت اللي كتشرب ليك فقط. على بركه الله. انا اليوم غادي ندير لها تقطيعه مختلفه على شكل شيبس، كتكون شويه غليظه على شيبس، كتعجبني هذه التقطيعه تاع زمان كي يديروها الناس زمان. لما غسلتها مزيان كنرش عليها الملحه، انا كنديرها في الاول، وكاين اللي كيديرها حتى الاخر، عاد كيديرها كل واحد والذوق ديالو. دابا كنجرب وحده بهذه، كنجرب الزيت واش سخنت ولا ما سخنتش. دابا سخنت، دابا كندير كنسد عليها
انتما مره مره حلوها وشوفوا كيفاش تكون حمار ولا ما حمرش، لان قلت لكم على حسب النوعيه تاع البطاطا. شوفوا انت كتجي دايره منفوخه، كتجي منفوخه، ها كتجي منفوخه، راه كتجي دايره. غادي نولي دابا نسد عليها عاوتاني، سلقاتها حمر دقه وحده. ها هي البطاطا تاعنا وجدات، هانتوما كيما كتشوفوا ها هي وجدات، كتجي دايره. محمرة قرملة منفوخة. أول حاجة كتهناي من داك الزيت كيطير لك على البوطة، كيطير لك كتضل شوية تاع الضرب تاعها كاع، يعني باش ملي كنقلوها في المقلة ولا في كان البوطة كلها كتعمر لنا بالزيوتات هادي. أبدا يعني عجبتك الفكرة اللي تريحت يعني